وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالدي شوف الصوت لك كان مليح. مخلوف شوف الصوت ترى ليه؟ رضا هميتي شوف الصوت. رضا شوف الصوت قلت لك. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني مناضلي التنسيقية الوطنية لقدماء الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات، السلام عليكم. يوم 8/11/2023 عندنا فيديو هذا نوضح فيه بعض النقاط، وإن شاء الله النقاط هذو نحترموا بعضنا فيها، باش القضية تاعنا هذه راهي كبيرة ومسؤولية فيها كبيرة، وباش نوصلوا للحلول هذو لازمنا نسمعوا لبعضنا ونحترموا بعضنا، وكي نحترموا ونسمعوا واش رانا نقولوا ونوصلوا ان شاء الله بخير وعلى خير. بارك الله فيك يا مخلوف. اولا نتكلم على واحد النقطه الاولى، بيطالب من بعض المناضلين على لقاء صلح مع فلان ولا فلان ولا فلان. انا نقول لكم من هذا المنبر، انا ما عندي صلح حتى مع واحد، وما عندي مشكل حتى مع واحد، وما هوش اللي يعارضني انا على المستوى الوطني يعارض وما يعجبوش الهيكل ويقصي الفئات ويهضر ومن بعد انا نجي ندير معاه الصلح. انا ما ندير معاه الصلح حتى مع واحد، انا ما عندي مشكل حتى مع واحد وما ندير الصلح حتى مع واحد. انا نشوف الحلول مع الدوله كيفاش نجيبو التسوية 92/2011 لجميع الفئات المتفق عليها. هذا هو الحل اللي نحوس عليه والصلح اللي نحوس عليه والخير اللي نحوس عليه. اما باش ندير الصلح مع زيد وبوزيد وفلان وفلان، انا ما عندي حتى صلح مع واحد. كاين بزاف يقول لك شامخ عاص كيدي سيدي يدير واللي في راسو يديرها وما يرجعش. انا يقول لك الراجل اللي ما يحشموهش رجاله مش راجل، مي في حدود، في الحدود ليميت لازم تكون. اما باش نرجع انا اللورا ونولي فلان صالح معاه اللي عارضني صالح معاه، انا ما عندي صلح حتى مع واحد. انا نحوس على التسويه 92/2011 وما نقعد حتى مع واحد في النقطه هذه. واللي ما عجبوش الشامخ وما عجبوش البرنامج وما عجبتوش التنسيقيه والهيكل هذا فيه وفيه، يروح ارض ربي واسعه ويدير هيكل ويتفضل وهي الدوله الجزائر العاصمه. اثنين، اجتماع تاع ورقله لو يدور في الفيسبوك، وتكلمت انا مع بعض مناضلين من ورقلة اللي يدعيوا ليه الاجتماع هذا وما تحددش ولا تحدد ولا مازال. كاين اللي سمع، كاين اللي عيطولو، كاين اللي مازال، كاين اللي راحوا لعندو الولايات، وكاين وكاين. الاجتماع هذا بصفتي منسق وطني، وانا ما هضرتش مع تا ورقلة في التليفون، انا ما هضرتش معاه مع الاجتماع هذا اليوم. اليوم انا ما هضرتش معاه مع الاجتماع، شكون المسؤول عليه وشكون البرنامج اللي فيه وانيش دار شكون الحضور وكيفا وكينا، ما هضرت حتى مع واحد. الاجتماع تا ورقلة في الناحيه الرابعه يكون بطالب من المنسق الجهوي والولائيين المذكورين عند المناضلين وعند السلطات، ويكون برنامج العمل يا خويا ما يهمش ورقله حنا ولا تمرس ما يهمناش. اما باش يكون من مناضل زوج ولا من الناس يطلبوا باش يكون عندهم الاجتماع، انا نقول مبارك الله فيكم على هذا اللي راكم تدعيوا ليه. مي ماهوش الاجتماع تاع ورقلة الوقت الحالي، ماهوش تاع ورقلة وماهوش تاع اجتماع وطني في الناحية. حنا نحوسو على اجتماع مع السلطات وصحاب القرار في الجزائر العاصمة
باش نفكوا حوالنا والشي اللي رانا فيه، ماهوش تا اجتماع فيه ورقله. المنسقين الولائيين من المنبر هذا اللي شاف الفيديو شافوا، اللي ما شافوش اتصل به والله يتصل بيا والله يقولوا له. المنسقين الولائيين على المستوى الوطني، المنضويين تحت لواء التنسيقيه، المعروفين عند المناضلين وعند السلطات، يروح واحد يدير اجتماع ولائي يتحرك الاجتماع هذا، وانا ما نعلمش ولا ما يعلمش الجهوي تاعو، وروح كمل عليه هكذاك بعد، ومن بعد كنت تكون مقسم التنسيقيه كمنسق، روح الاجتماع ربي سهل، تروح تحمل مسؤوليتك، ما تعيط لي، ما تقول لي لا جيت لا ما جيتش، الله يسهل. ولكن ماشي كيما يركب في الفيديو ومن بعد تعارضني ومن بعد ومن بعد ومن بعد كيما زيد ما تلقى بها واش تقول ندير الصلح، ما كمل عليها ما ترجعش، روح هكذاك. حنا قلنا الريسبي بيناتنا لازم كي نقولوا هذيك المنسق الوطني قال ما تديرش ما تديرش، ما تقولش يمد في اوامر وحاسب روحو جنرال وحاسب وحاسب. انا راني نشوف البعيد، والهضره تاع باش نشرح ونفهم الناس كامل بهذا الكلام ما نقدرش نهضروا في الفيديو، نشوفوا البعيد كيفاش نشوفوا التسويه تاعنا. واللي عارضني قلت له اللي ما عجبتوش الفكره تاعي ويروح وما يسمعش لي واش راني نقول له، يكمل عليها ما يرجعش لعندي، ما يرجعش لعندي، ودير عليا فيديو ولا ما ديرش، او يكون لي دير عليا فيديو وكاين شي مسؤول فيا، انا عندي حق الرد. كيما انت ما حشمتش مني وما احترمتنيش واش قلت انا، ومن بعد دير انا وعندي الحق الرد، حق الرد في الفيديو، حق الرد عليك في الفيديو. انا تاني اللي نهبط المستوى وندير عليك فيديو، اي واحد يدير عليا فيديو راني نزيد نهبط عليه ونسميه بلا اسم. لهذا نحترموا بعضنا، قلنا الصلح وما كانش والاجتماع في ورقلة ما يروحوا المناضلين وحدهم وما يحترموش البلدي ولا الولائي ولا الجهوي ولا الوطني، يروحوا يديروا الاجتماع ربي يسهل، يشكلوا حتى منسق وطني ربي يسهل عليهم، يديروا حتى مكتب جديد ربي يسهل عليهم. ليسونسيال ليسونسيال انا ما عندي لا نقل جامع في الاجتماع هذا، ما هذا هو اللي جيب لنا الحلول في ورقله، والكلام تاعي انا واضح، الكلام تاعي انا واضح، وقلت لكم راني نشوف البعيد بعيد، وراني نهضر على الفئات في 8 مع جميع السلطات الجزائريه والمستوى العالي واللي تحت واللي تحت حتى الاخر واحد في السياسه، راني ندافع بشراسة على جميع الفئات، وتفاوضت مع المديرين المركزيين وهضرت في الرئاسة، وما خلينا حتى فئة ما ذكرناهاش وما دافعناش عليها وما هضرناش عليها، وربي وفقنا ووصلنا ودفعنا الملفات، وكاين اللي سلك وكاين اللي فات الخبرة وكاين وكاين. نقول لك بلا ما نشرح لكم، كي نقول لكم خليوها هكذا تمشي خير، خير ما كيزيد الديكرادا خلاص، خير ما كيزيد الديكرادا تهبط خلاص. يبقى قال المنسق الوطني ما نروحش ما نروحش، ماشي تجي تعارضني وتجادل فيا، انا تجادلني شغلكم كون نروح تهز معاه، ما انا انت حاسب روحك. انا الدوله كي تشوفني درت هذا الفيديو كمنسق وطني ودرت مع الولائيين وما راحوش المناضلين واحترموا واش قلتو، الدوله تقول صح كاين هيكل وكاين ريسبي وكاين قضيه وطنيه واحترموا بعضهم وهضره وحده وكذا كذا. فوق هذه ما زيد لكم انا والو، ما زيد نشرح لكم والو. نتكلموا على الفيديو والتعليقات في الصفحات الخاصة والصفحات تاع التنسيقية المعروفة والغير معروفة، كاينين بعض الفيديوهات وبعض التعليقات وخاصة في الصفحات الحكومية تاع البرلمان تاع رئاسة الجمهورية تاع كذا كذا تاع وزارة الدفاع. بعض التعليقات يعني بعض التعليقات اللي يعني نشوف فيها انا ماهيش مليحة وماهيش المستوى تاعنا باش نعلقوا هكذاك، ما هوش المستوى تاعنا كفئة وطنية نعلقوه بالترم هذاك باللهجة هذيك والكتابة هذيك. حبسوه لي فيديو تاع المجموعات ولا الخاصة، كل واحد يدير في الصفحة تاعو ولا في الصفحات الكبار ويدير فيديو، يبدا فلان فيه وفلان وفلان وفلان. شوف هضر على روحك، انا قلت حبس كنت حبسو خير، نتوما حبيتوش تحبسو. انا نقول لكم ماني نهدد في واحد ماني نخوف في واحد، ما انا اللي حق للحفاظ على القضيه، للحفاظ على الناس هذه اللي يمكن
ثقة باش نشوفوا الحقوق هذا. انا اللي يحبس الفيديو ما تحكي لا مع صاحبك فيه لا على القضية لا ولا حنا ولا بالنا ما عمرنا نهضروا ورانا نسعى ونجري وندير وندير. انا واش اللي نقول لكم؟ حبسوا لي فيديو. لو كان واحد يدير فيديو ويقيس كاين شي حاجة في الصوت، اللي يدير حاجة في الفيديو باسمه ويهضر ويقيس كاين شي هكذا رموز الدولة والإطارات ورئيس الجمهورية وزارة الدفاع أيا كان من رموز الدولة ولا المؤسسات تاع الدولة يتحمل مسؤوليته. وأنا من المنبر هذا أقسم بالله العلي العظيم، بعض المناضلين يقول لك أو فلان محسوب على شامخ هو قال له هذاك وقال له دير الفيديو وقال، أنا والله ما نعيط على واحد وما نقول له دير الفيديو والله. انا يا يعني في الليل يا 9 يا 10 يا 11 يا الليل نشوف الفيديو راك والله ما نعلم به وما نقول له دي واحد دير الفيديو ولا يقولوا نحي وزيد. واللي قال واللي يقول وقال شامخ انا هنا، انا ما قلت حتى لواحد وما نقول حتى لواحد دير الفيديو. لي فيديو هادو النقطه اللي ركز عليها، ماني جهاوي ماني بخيل ماني حتى حاجه. درك نوصل لك للتسويه، درك نهضرك على التسويه، درك نفهمك الفيديوهات. نركز انا هنا على الشرق الناحيه الخامسه، لي فيديو تاع الناحيه الخامسه. انا هضرت مع تراب الشهر الناحيه الثالثه، هذوك حابسين في الغرب كعبات يتحسبوا الاصابع وحبسوا، في الوسط كيف كيف يتحسبوا، الجنوب كيف كيف ما كانش المشكله هنا. وهنا في الشرق اذا كان انت تعارضني وما تسمعش ليا واش نقول ودير الفيديو ورايي مش مليح والمطالب اللي كتبتها انا مش ملاح وقلت لك حبس ما حبسش وقلت 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 ما حبش تحبس، إيبا كاين شي ما يجيو ليك انت والله وتشوف فيهم وتشوف تشوف الكلام تاعي بلي اوامر وسلطه والله هدتني الدوله باش نقول لك هكذا ولا وما تحترمنيش وما نحترموش بعضنا. يعني انت تاني كدير فيديو ويصرى لك مشكل الله لا تقدر، انا تاني ما تسمعنيش به وكون يقولوا لي فلان نقول ما نعرفوش. كيما انت متنكر مني ومقصر مني ما حبش تسمع ليا انا تاني ما نسمعش، كدير حاجه تحملها. وشو اللي نقول لك انا نصيحه كاخ كعسكري كيما انت واحد يحوس على حقه، كي نقول لك ما ديرش هذيك ما ديرهاش، الريسبي مليح نحترموا بعضنا، ما تمشي تجادلني وتعارضني ومن بعد تحصل. اسمع للتاريخين وحنا عند بعضنا بالتليفون مع بعضنا. نقطه خلاف، الخرجات الميدانية اللي يدعيو ليها ولازمنا نخرجو ولازمنا نخرجو ولازمنا نخرجو ولازمنا نخرجو. اللي قاعدين يدعيو درك الخرجات الميدانية الناس اللي فاتت الخبرة الطبية، هما الأغلبية اللي فاتوا ما داوش، اللي دا أو سكت وما قال الناشق إلا من رحم ربي، اللي ديكلارا وقال أنا وخلصت إلا من رحم ربي وقال. وأنا نقول لهم بالبركة كامل باللي قال لنا باللي ما قالش، نقول لكم كامل بالبركه عليكم. ولكن اللي ما داش هو اللي قاعد يقول نخرج شغل باه يضغط باه يزرب يفرسي ولو. شوف انا نقول لكم انا الا كان انت فت في الخبره والا كان انت تعبت وعندك مشاكل ومحقوق ولازم ولازم حنا وكثر عليك وساكتين، تاك هضرت حنا ساكتين برك الظرف تاعنا والظرف تاعك او كيف كيف، وممكن ممكن حوالنا ولا السياسي تاعنا واش بيها. وين جاي؟ اسمحوا لي يا جماعه خلي غدوه ترى غدوه والله بقاو زوج 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 نكملوا. قلنا الا كان انت محقوق ومحتاج حنا تاني محتاجين، والا كان انت فت الخبره حنا مازلنا ما فتناش الخبره،
وانت بالك الدوسي تاعك وفات مليح وفت الخبره وراك في الريزو سوا ديت لا مادي شي سونسيال تاعك راك موجود. حنا مازلنا ما فتناش وكاين ناس هيمات ومازالت ما فاتش، ما يعيطوا لنا العوايل تاعهم ويهضروا معانا وحنا كيفاه نديروا لهم. ولا كان انت تعبت ولا حاربت ولا درت، حنا كامل خدمنا وحاكمينها في قلبينا. يبقى خليونا نفوتوا هذه، نزيدو نفوتوا التأديبي هذا علينا ونتهناو ونفوتوا الناس كامل باش يدخلوا في الرقمانه ويخرج الحساب تاعنا وشحال كاين، شحال اللي داو وشحال اللي مازالوا، باش الدوله دير لنا الحساب. خليو نكملوا التأديبي تاعنا هذا باش نديروا الحساب تاعنا، كاينه 80 ولا 90 ولا 10000 ولا كاينه 100000، باش نعرفوا نهضروا مع الدوله. والقضيه تاعنا هنا هضرنا وزارة الدفاع معترفة بالملف العسكري ومعترفة بالملف الأمراض المنسوب اللي عندها، أما الأمراض الضعيفة مازالت ماهيش فايتة الدولة ولا وزارة الدفاع راهي تحكم وتحط له تخبي من بعد تمد الحساب شحال تريكلو شحال مازال باش تشوف مع الحكومة واش كيف يديروا لنا الصيغة تاعنا ولا يديروا لنا التسمية باش توصل الميزانية وتفوت في المبلغ المالي هذا باش نغنسلكم. هذا واش راح نقول لكم. خليونا نجي وخليونا نسعاو كيفاش نشوفوا المحبوسين اللي دخلوا لك، كاين اللي يعرفوهم وكاين اللي ما يعرفوهمش، انا نعرفهم بالكبير بالصغير فيهم. نسعاو كيفاش نشوفوا المسجونين هذوك كيفاش يخرجوا الحكمه عليهم.